السلام عليكم، عبد الرحمن شنافي الناطق الرسمي باسم أثر الثقة. اسم أثر الثقة تعرف أكثر شيء عن طريق ورشاته، ورشاته الله يبارك لي تصنع أبهى وأجمل الأثاث المنزلي، وتعرفنا بزاف بزاف باش لي شومبرا كوشي تاعنا، مثلا موديل فانوس، موديل الجوزة، موديل سيرين كات بورت، ترون كات بورت، والعديد من الموديلات الأخرى. خاوتنا كما راكم تلاحظوا الآن في الصورة، هذو هما لي زاتيلي تاعنا اللي يحكموا اللوح من مادة خام ويرجعوها برودوي فيني الله يبارك عن طريق اون شين دو برودكسيون اللي مدروسه الله يبارك، هكذا باش خاوتنا يوصل لكم لو برودوي فيني وبان بري اللي ما شاء الله. خاوتنا هذه هي لو رابور كاليتي بري. واثبتنا تواجدنا ايضا عن طريق قاعه عرض محل اثاث ثقه. قاعه عرض محل اثاث ثقه خاوتنا متميزه عن كامل قاعات العرض، كونها تحاكي بيوتنا، كونها تحاكي بيوت الزبائن، كونها تحاكي ايضا بيوت العائله الكبيره تاعنا اللي هما المتابعين تاعنا الاوفياء، اللي تخطى حاليا تخطى 100,000 متابع، ورانا في 150,000 متابع. نشكركم جزيل الشكر متابعينا الاوفياء، هذا الشيء حقا يشرفنا. كما راكم تشوفوا خاوتنا، مام خاوتنا المحاكاه تخطيناها، رجعوا حتى الزبائن تاعنا يدوا افكار عن الديكور اللي راهو في محل اثاث ثقه، يعني يجي يشوف لو صالون، يشوف لا ديكوراسيون تاع لو صالون، ننصحو حتى في الالوان اللي يستعملها في الصبيغه، ننصحو حتى في لا كولور تاع لو صالون اللي يديه. نفس الشيء بالنسبه لي شومبرا كوشي، هذه هي الحاجه اللي ميزتنا فيما يخص محل اثاث ثقه وقاعه عرض محل اثاث ثقه. وقاعتنا ومحلنا متواجد فقط في مدينه القليعه حي كركوبه امام مخبر تحليل الدم، يعني عندنا محل واحد وما عندنا حتى فرع. خاوتنا في محل اثاث ثقه راح تصيب كل حاجه عندها علاقه بالاثاث المنزلي، لي شومبر، لي صالون، لي طابلو باس، لي بايو، لي زارجونتري، كل حاجه عندها علاقه، يعني من البوف حتى لا شومبر كوشي. وكي تجي المحل اثاث ثقه ايضا راح تحظى باروع وباحلى الاستقبال، سيرتو اذا كنت من المتابعين الاوفياء تاعنا، راح تدي تخفيضات خاصه، راح تعامل احسن معامله، وهذا الشيء خاوتنا راهو كامل لكم متابعينا الاوفياء، والحمد لله يا ربي خاوتي. هذا المعامله الحسنه وهذا الثقه اللي عطيتوها لنا، وهذا لو برودوي اللي شباب اللي عجبكم، خلينا نتعاملوا حتى مع الادارات تاع بلادنا، خلينا نتعاملوا حتى مع الشركات، خلينا نتعاملوا حتى مع السفارات، وهذا كامل بفضل الله عز وجل اللي وفقنا الى كل ما فيه خير. بالنسبه لخدمه النقل والتركيب مجانيه ايضا ل 48 ولايه الله يبارك. وصلنا خاوتنا حتى لتمر راست، وكما يقول لك واحد لي وصل تمر راست تقدروا تقولوا خادم 48 ولايه، ناس الشرق زرناكم، ناس الغرب، الجنوب، الشمال، الحمد لله ما كاش ولايه ما خليناهاش، الحمد لله يا ربي. هذا كامل بفضل الله عز وجل اللي قدرنا لهذا الامر، وبفضل دعمكم ايضا انتم متابعينا الاوفياء. الطرق التخزين تاع السلع هي من احسن الطرق خاوتنا وفق المعايير، ايضا عندكم طريقه تاع الشحن، وايضا طريقة التوصيل وحسن المعاملة عند التوصيل والدفع عند التوصيل والتركيب، هذا أجمل شيء في محل أثاث الثقة اللي زاد ثيق هذا المحل وجعل بزاف ناس تتعامل معه. أثبتت أثاث الثقة أيضا قيمتها المضافة في السوق الجزائرية، كوننا خوتنا بالإضافة إلى تصنيع الأثاث نوفر أيضا الفرصة للصناعيين والحرفيين على أنهم يظهروا ولا يبينوا سلعتهم عندنا في محل اثاث الثقه. الحمد لله خاوتنا نصنعوا ونتعاملوا ثاني مع الناس اللي تصنع، هكذا الواحد يتمنى للغير كما يتمنى لنفسه، وهكذا ايضا يتوفر لو شوا اكثر للزبون الكريم وللعائله الجزائريه. وكذلك خاوتي اثاث الثقه اثبتت قيمتها المضافه فيما يخص توفير مناصب الشغل، الله يبارك خوتي، محل أثاث الثقة دائما يضاعف عدد العمال تاعو خوتنا، وكامل الله يبارك، أيادي عاملة ومؤهلة خوتنا باش تزيد تتطور في مجال الأثاث الجزائري. أثاث الثقة خوتي تشكركم على حبكم ومتابعتكم وتأييدكم لفكرتها، وإن شاء الله خوتنا نزيدوا نتلاقاو في فرص أخرى وفي أفكار جديدة، ولما لا خوتنا نحققوا أهداف جديدة من بينها إشباع السوق الوطني إن شاء الله، وأيضا التصدير من الوطن إلى خارج الوطن، هكذا متابعينا الأوفياء. إن شاء الله نتلاقاو إلا في الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.